نحن نطرح المشكلة بس ما نطرح الحل. نحن بحاجة إنه نلاقي حلول بكرة. نعم. بعرف إنك ما كثير مسيس أنتي. بس مجرد اليوم إنه أنتي وجه من وجوه سورية، مواطنة سورية من الطبقات الاجتماعية، بتحكي كل الطبقات الاجتماعية السياسية والعمالية والمختلف الطبقات الاجتماعية. قادرين اليوم تحاكوا بهذه العميل حتى أخطب معك في هذا الإطار ضمن برجع لخطاب رئيس الأسد، المصالحة، الإعمار، مكافحة الفساد، محاربة الإرهاب، القضية الفلسطينية، التكامل الاجتماعي المجتمعي، البعد الأخلاقي إلى ما هنالك. كمان في الأصدقاء رح نحكي عنهم. قادرين اليوم كفنانين تقاربوا هذه العناوين إذا أردت أن تحكمي على الخطاب من زاوية فنية، ماذا تقولين؟ شو بدي أقول؟ بدك تقيمي. بدي أقول إنه نحن كفنانين لازم نترجم هذا الخطاب بأعمالنا درامية. نحن نعيد صياغة الفساد اللي مجتمعنا، نرجع نحاول إنه نحيد على الطريق الصح للناس، يكون في بس جديد لروح جديدة، نقاء جديد بالمجتمع. مرتاحين كنتوا للخطاب؟ برأيك السوريين كانوا مرتاحين بالأمس من ساحة سوريا؟ طبعاً لا شك. بدي أقطع حالي معنوية، خليني أحكي بيه اليوم نحاكي فيها ناس بيوت. قدي أعطى حالي اليوم معنوية جديدة ونحن عم نعيش أزمات موجودة في سوريا وفي العالم العربي أجمعين، إن كان من الإرهاب التكفيري أو الإرهاب الإسرائيلي. يعني يا شك هالأزمة نحن بنرفض أي شيء بشع أو بيرجعنا لورا. خطاب سيادة الرئيس أكيد بخلينا نكون شوي متفائلين أو كتير متفائلين بصراحة بانه في حدا صح عم يقودنا باتجاه الصواب ان شاء الله يا رب.